هل تعلم أن الكون لا طعم له أو لون؟ فيسأل عليه في المدرسة فما لقانيش. لا ما كانش دوماً. أنا ألف، ألفين، ثلاثة. باثنين سوا. وخلف الكفوف هذه، خلف الفلكة. تسع سنين بنفس المدرسة وبنفس وجوه بعض. يعني أنا شاركت شهر في الباص، حبيت كل بنات الباص صراحة، يعني حسيت إنهم بيحبوني، أنا ما كنتش بتحمم بس. رياضة، صاحب رز وبطاطا. فطيت على الباب، نزلت عند الشرطة إنه حد يفط تاني أبداً. حتى بابا بقول لي حسن صبي، يعني هدي لك يا فادي. أبوك بيبقى معاه الشغلة، خلينا نحكي مثلاً جوال، بيقعد معاه 20-30 سنة، يوم ما أنت تمسكه بخرب. يعني أنت جاي خلص عمرك معايا، ارحمني يا أخي. الحمد لله برضك هالكتلة لا أحسد عليها. أصغر بلوك. إيش بقول لك؟ ماليش حظ فيه. هذا البرنامج برعاية أريدو، شركة فلسطينية برؤية عالمية. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.